هذا شهر الأعياد هو دايما بيصير فيه أغلب الأحيان بيصير فيه بازارات، وأنا اندعيت على هذا البازار وكتير سعيدة بمشاركتي بهذا البازار. وأنا مع تشجيع المشاريع الصغيرة والنساء المبدعات مثل ما شفتوا، يعني أغلب الأشياء هاند ميد وأشياء كتير هيك فنية وحلوة، كلياتهم هاند ميد. ومثل ما لك شايفة شو في هدول هيك أساور، هون خواتم، هون هيك أساور عريضة فاشن، إذا هيك الواحد لابس هيك بلكم الطواق، هدول تبع الموبايلات، للموبايلات لتعليق الموبايلات. نشتغل بازارات اكسسوريز هاند ميد كله طبعا بايدنا، بيروح رايح على جريح الوطن. هلا كونه هالفتره كمان بالذات بين فتره وفتره بنشتغل مع جمعيات الاحسان حسب الاغراض اللي عندنا، شو منه بنفس الوقت من العالم كمان بنسند عوائل جمعيات الاحسان، وبنفس الوقت بيروحوا كمان رايح على جريح الوطن. طبعا بيكون رايح بسيط جدا. هلا عاملين كروشيه، عاملين شويه اغراض اورنمنتس للكريسماس تري، عاملين كوسترز للكاسات وشويه شموع. هذا دف مزهر سوري، حاطه عليه انا ملويه وطرابيش مشان يصير لوحات، في منه باضاءه وفي منه بدون اضاءه، كفكره جديده. يعني فكره كتير حلو انه نعرض اغراضنا اللي نحن عم ينتجوها فريق عمل متكامل ليطلع معنا هالقطعة الحلوة. يعني كل قطعة قدام منك عم تمثل جهد فريق كامل، يعني من أفكار، من تطبيق، من خياطة، ليطلع عنا قطعة متميزة.